انت اشتغلتي مع شخصيات كتير جدا، نجوم ومخرجين، الشخصيات اللي اثرت فيكي. طبعا انت كلمتي عن عاطف، وانا عارف ان عاطف اثر فيكي جدا فنيا تاثير كبير. مين كمان بقى؟ الاستاذ عادل امام. انت اشتغلتي مع عادل كتير قوي. الاستاذ عادل امام طبعا اشتغلتي مع عادل في كل مراحل عمره، يعني على فترات. وانا كمان يعني اشتغلت معاه كتير، وهو شخصية لازم تحبه، لازم ياخد قلبك. بعدين لما بشتغل معاه بسيب نفسي، هو واخد باله من كل حاجة، ما بفكرش. مطمنة، هو بيتصرف في كل حاجة. بعدين فهمته فهمته انه امتى انا اتكلم. ابقى لما بشتغل معاه عيني على عينيه وعلى بقه، لان انا بحس من عينه ان الشوت مش هيخلص كده، هو ناوي يعمل حاجة من عينيه وبقه. برضو ما ينفعش اروح متكلمة ابوظ له افيه، لازم ابقى حريصة جدا اخد بالي، لان الافيه ده هيطلع تلقائي، مش عديه لوحده، فانت بتنتبهي له زي المسرح، يعني زي ما يكون مسرح بالظبط. وممكن يعمل رياكشن بوشه، اتعودت ان ما اضحكش، وانا من النوع اللي عندي كريزة الضحك. يعني ساعات يروح عامل حاجه كده بوشه، ابقى عايزه اضحك بس امسك نفسي عشان ما ابوظش الشغل. ما ينفعش. الناس حبونا مع بعض، صحيح، وانا بحبه قوي، ومعاه بحس بنجاحي. هو نجحت معاه، صحيح، و يعني استفدت كتير من جماهيريته الكبيره، الناس اللي بتحبه. وبعدين مش عارفه، من بحس بيه حتى لما الطرقه بتاعت استوديو نحاس اسمع ضربه جزمته وانا في الاوضه اللي جنبي. قبل ما يخش الاوضه لازم يفتح الباب عليا يقول لي صباح الخير، جيب لي القهوه هنا، يشرب قهوته وبعدين يخش الاوضه بتاعته، وانا سامعه ماشي اقول الاستاذ النهارده مبسوط. تعرفي للماكير الاستاذ النهارده مزاجه مش قد كده. بحس بيه قوي. انت بتحسي ان انت كممثله يعني عملتي الحاجات اللي انت كان نفسك فيها؟ الحمد لله. عندي، شوفي استاذ محمود، انا ما فيش حد احتضني او سندني. انا كانوا يجيبوني يقولوا ايه، لبلبه شاطره بتيجي حافظه، نطلب فستان تجيب ثلاثه بتيجي في مواعيدها جيبوها. واحده تعتذر على اخر لحظه، سهرانه عينيها تعبانه، جيبوا لبلبه. على طول انزل اشتغل. ما تزعليش، لا خلي بالك من جيرانك، ما كانش دوري، كان دور زميله عزيزه ليا قوي، ميرفت امين. ميرفت طبعا حصلت ظروف، هي اعتذرت، كان في بعض تحفظات في السيناريو، لبسها وفي السيناريو، فاعتذرت قبل ما الاوردر يطلع بيومين. فكلمني الاستاذ محمد عبد العزيز، انا بحييه وله فضل كبير عليا. كبير طبعا، محمد عبد العزيز طبعا، والاستاذ فاروق صبري طبعا. قالوا هنعمل ايه دلوقتي؟ فكنت انا عامله معاهم اسمه البعض يذهب المأذون مرتين، صحيح، طلع في حامل الفيلم كله وعمال اخلف عشان الراجل ما يهربش، والنتيجه ان الراجل هرب. المهم قال البت نونيا تعمله حلو، الاستاذ محمد عبد العزيز قال اه والله ما تيجي نكلمها. انا بقى قاعدة في البيت، ما فيش ورايا ما فيش شغل ولا حاجة، يعني مستنية دايما جاهزة. قال له اهلا يا استاذ محمد. قال لي يا ستي عايزينك في فيلم. قلت له طيب ابعت لي السيناريو. قال لي السيناريو ايه، قد خيبة، ده التصوير بعد بكرة، احنا بيشرفنا ان تبقي اول بطولة مطلقة معانا. جهزي لبسين، هناخد لك شوت وانت رايحة الاجزخانة تجيبي دواء لجوزك، وهنديك السيناريو ونمضيكي، ما فيش مشكله. نزلت رجلك على طول. قلت له خلاص انا جاهزه يا استاذ. ده من احلى ادواري، صحيح، وجابوني كده.
فالحمد لله كل خطوه ليا كان يعني بكلم ربنا اقول هعمل ايه يا رب بعد كده، حتى ابقى واخده مثلا جايزه وبحيي الناس فرحانه بالجايزه، وبعدها اخد الجايزه وانزل في الصلاه اقعد او اقول طب بعد ده هعمل ايه؟ ايه اللي هيجي لي؟ طول الوقت كده ما ترتاحيش خالص. لا، علشان دايما والدتي خوفتني ان جهزتني انك في وقت ان هيجي في وقت ممكن ما ما ما, ما, ما كانت تديني امثله. كنت زمان اشوف فنانين كبار قوي صحيح وجامدين قوي على المسرح، كان ليهم تاريخ عملاق، وفجاه ما يبقاش. كنت اسالها تقول لي ما خدش باله من شغله، ممكن مش شرط ان الجمهور يفضل يحبك، اقول لا يفضل يحبني لحد الاخر. طيب اوكي. فكان في تحدي، الخوف دايما جوايا هعمل ايه بعد كده.